وحشني والله فورمه ولابس احمر وايه والعشره بقى العشره. نتمنى طبعا بعيدا عن الاحمر انا لابسه نتمنى طبعا كمصري ان الاهلي طبعا في مهمه قوميه. الاهلي لا يمثل نفسه ولا جماهيره فقط, الاهلي في النهايه الاهلي مصري. فالطبيعي ان احنا نسنده وندعمه من اجل بطوله ترتبط بمصر قبل ان ترتبط بالنادي الاهلي. سلام. مش عارف اقول له ايه الكلام ده. هو مبسوط قوي انه يحيى معايا. الكلام ده بينطبق على الناس كلها ولا كلام لل شوف هقول لك حاجه. بص احنا لسنا في مدينه الفاضله او المسرى زي ما بيقول. من حق الجماهير ان تحافظ على انتمائها وتختلف. ومن حق الجماهير الا يفرض عليها انتماء او تشجيع نادي معين. عشان نبقى واضحين بس. لا جمهور ريال مدريد هيفرض عليه تشجيع برشلونه في بطولات اوروبا ولا في المحافل الاخرى. بس الفكره دايما بنقول ايه؟ كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا او الجنوب افريقي. تمام. والاهلي هو بطل مصر. تمام. الاهلي البطوله هتسعد جماهيره وهتسعد دولته. ايوه. لان اسمه هيرتبط, اسم الدوله هيرتبط بيها. طيب.